الكارثة الصحية التي تعاني منها الحديدة فاقت القدرة على الاحتمال. فالمحافظة التي تشكل ما نسبته 11% من عدد السكان باتت تعاني الكثير من الأمراض والأوبئة، خصوصا مع وصول درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي. انتشار لأمراض حمى الضنك والملاريا والطفح الجلدي في الوقت الذي تنعدم فيه الأدوية الخاصة بأمراض الثلاسيميا والسكر والسرطان، فيما وصلت المستشفيات عشرات الحالات المصابة بداء الكلب جراء انتشار الكلاب المسعورة. انتشرت حمى الضنك في محافظة الحديدة بشكل فظيع، والمستشفيات في محافظة الحديدة تعجب المرضى، فإذا لم تعمل الجهة المسؤولة حل سريع لهذه المشكلة سنواجه كارثة إنسانية. انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات المدينة ومركز الغسيل الكلوي فاقم من حالات المرضى في المستشفيات بعد توقف الخط الساخن عن العمل منذ أسبوعين. توقف تسبب أيضا في انقطاع المياه وتوقف العمل في بعض المراكز الصحية. تفاقم أوضاع المواطنين في هذه المحافظة حدا بناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة إلكترونية من أجل لفت أنظار العالم والحكومة الشرعية ومنظمات الأمم المتحدة إلى وضع هذه المحافظة التي بات الموت يحصد أرواح أبنائها يوما بعد آخر.